يصل الآن إلى المنصة الشرفية، مربع قوات الدفاع الجوي عن الإقليم. يمثله طلبة المدرسة العليا للدفاع الجوي عن الإقليم الشهيد علي الشباطي. العيون التي لا تنام، القبة التي تغطي سماء الوطن بيقظتهم الدائمة لكشف كل متربص أو معتدي على جغرافيا الوطن، بأسلحتهم التي لا تخطئ الهدف، بجاهزيتهم على مدار الساعة، بكل عزم وحزم جاهزون للحفاظ على سلامة الوطن.